انه هن فاتوا هجوم، كان في 3 سيارات يا عالم مسلحه مع جعبات وكل شيء بالباركينج، جزء منهم فاتوا على المحل اقتحموا، جزء بقى برا خبطوا، صار يضربوا الناس هي عم بتفل، ضربوا كم حدا من الموظفين. ممنوع السهر، ممنوع الشرب، ممنوع الموسيقى. نحن كل سنه بنحتفل باخر الموسم، بنعمل مثل سيلبريشن، بنعمل احتفال. السنه سابت في مناسبه ثانيه اللي هي كان انه السنه بيكون لنا 20 سنه على البحر، بيكون انا لي 20 سنه كلاود 59 لها 20 سنه على البحر، فحبينا انه نحتفل لهالمناسبه تحديدا. التركيز كان على الديكورات وعلى شيء خاصه بمثل السيرك، يكون كمان عم بيعمل انترتينمنت للناس، وفي كثير منهم حيجوا مع اولادهم كانوا، كمان يكون في انترتينمنت للاولاد. فجأة على الساعة 2 الصبح، يعني بأواخر السهرة اللي هي بلش من الساعة 6، كنت تحت أنا بالفلور عم شوف الشباب والشغل، بلاقي شباب عم تركض. شو في؟ بيقولوا لي إنه في رجال عم بيحكوا ملبكين، رجال مقنعين هجمين علينا سلاح. قلت لهم وين؟ دلوني لفوق. بتفاجأ بمجموعة أشخاص ملسمين مقنعين مسلحين، شي مع رشاشات حربية، شي مع أسلحة فرودة فردية، شي مع خناجر، شي مع سكاكين، وشي مع عصي، وعم بيهوبوا على العالم طلعوا لبرا، ممنوع الموسيقى، ممنوع الشرب، ممنوع السهر. ما قوصوا أشخاص، بس قوصوا بالهواء على حد علمي يا مرتين يا ثلاثة. يعني حالة من الهلع كانت موجودة. أنا ركضت صوبهم، عم بحكي معهم، ما عم بيطلعوا فيي، عم بتجنبوا يطلعوا فيي، لحد ما عليت صوتي، مشان هيك رايح صوتي. بده يجي بهالطريقة، أكيد عارف حاله عم بيعمل شيء غلط، وأكيد ما بده يفرجي من هو، لأنه عارف حاله غلطان، مثل المرتزقة. أنا قلت لهم هيك، شفت أنا إيش عم بس عيون، شفت إنه عيون هيك مثل تفاجئوا، منهم متوقعين حدا يرد عليهم، عينهم هن بركي فايتين يعملوا شيء ما حدا يتعاطى معهم، انه يخوفوا العالم ويفلوا. وفعليا فلوا ساعتها. هن من بعد هيدي كانوا، من بعد هذا الحدود كانوا لتحت هون. بعد ما فلوا، بصير بيجيني كم حدا من الشباب بيشتغلوا معي بيفرجوني فيديوز عم بيتوزعوا على الواتساب، كان بعد ما في ميديا بالموضوع. الفيديو مصور عندي بهيدي السهره، محطوط عليه تير، يعني صور مع اعلام الرينبو، وتحته شيء نحن في كل مكان او هيك شيء مع اعلام رينبو. سو اخذين الفيديو اللي هي مصورته، كاتبة عليه هابي بيرثدي، يعني عم بتعيد كلاود 59 بالعشرين سنه، شايلينه زايدين عليه الفلاجز، عاملينه بطريقه يفكروا العالم انه شيء شاب مصور وانه هو جاي، وعم بيقول انه هي حفله نحن في كل مكان. الفيديو نزل من بعد القصه مش من قبل، يعني الاقتحام اللي صار لحق لاحقا بالفيديو، مش انه الفيديو صار وبعدين مهاجم. صاروا يفوتوا من هون، لهم فايتين الشباب افتكروا انه جزء من الشو. فعليا قدرت اوصل لتقريبا 8 أو 9 اسماء من المعتدين، قدمت الادعاء وحطيت اسمائهم، وطبعا بالاضافه لما يظهره التحقيق. كل حياتنا نحن مسيحيه اسلاميه بنقعد مع بعض بالحارة، بالمينا، بالشط، اللي بده يشرب بيشرب، واللي ما بده يشرب ما بيشرب، وما حدا بيتعرض لحدا. حتى أيامات الحرب الأهلية بعرف من أهلي وبعرف من ستي ومن جدي الله يرحمهم، بعرف منهم كلهم قديش في تعايش مشترك والناس مرتاحة مع بعضها. بجين لهلأ نحنا تغيروا لنا طابع سور وطابع المدينة، وبلشوا هون إذا بتقطع على خير الخبرية حيكملوا بغير محلات، وحيخبصوا بغير محلات، وحيعتبروا إنه ما في رادع لهم، وما في قانون، وما في دولة، وبيعملوا اللي بدهم إياه.